الله وبركاته. النهاردة يا شباب عندنا درس يعني أبسط من البساطة نفسها، يعني أسهل من الايه السهولة. درس اسمه الاختصاص، اسمه الاختصاص. طبعا بستفيد منه، طبعا الثانوية العامة ده أساسي وتانية ثانوي. ايه اسلوب الاختصاص؟ تعال نشوف كده في حياتنا الأول بنقول ايه. احنا بنستخدم الاسلوب في حياتنا، هل استخدمنا الاسلوب ده صح ولا غلط؟ يعني لو قلنا مثلا نحن كمعلمين نحمل رسالة الأنبياء، نحن كمعلمين نحمل رسالة. ايه كمعلمين دي؟ طب مثلا انا بصراحة مثلا انا كمحمد او انا كمدرس، احنا كإدارة مثلا دايما نسمع الكلمة دي. الحكومة تقول لك مثلا احنا كوزراء بنقوم بدور كذا. ايه كلمة، هل الاسلوب ده اسلوب صح لغويا؟ لا، الاسلوب ده مش صح. ليه؟ ما تقول انا كمعلم اؤمن بكذا، انت كده ما جبتش اسلوب اختصاص، انت جبت اسلوب تشبيه، انت شبهت نفسك بالمعلم، انت اصلا مش معلم. ما تقول انا ك يعني مثلا فلان كالاسد يبقى هو اسد؟ لا طبعا. ايه انا كمعلم او انا كاداري او انا مثلا كراجل مشرف وفاهم الحاجات ديت، انت كده شبهت نفسك بيه، انت يبقى انت كده بتنفع عن نفسك ان انت اصلا مشرف او ان انت راجل معلم اصلا. امال ايه الصح؟ الصح العرب قال لك كان يقولوها ازاي بقى؟ يقول لك انا مثلا احب الصدق. ماشي، انا مين بالظبط؟ يعني عايز تخصص، يعني انا كده ضمير عام، انا مين؟ يقول لك اكتب من اللي انت عايز تقوله عايز تخصصه. انا مثلا كايه؟ انا المعلم، انا المشرف، انا المدير اللي الكلام اللي اقوله يتسمع. يبقى دي اصلا جمله اعتراضيه داخله عشان توضح الضمير فقط ليس الا. انا مين؟ انا اقصد المعلم، اقصد المعلم. فلما اقول مثلا ايه يعني المعنى الصح ان انا اقصده واعني واخص المعلم. لو دي جمله الوحيده كده عاديه خالص وقلت لك اعرف كلمه المعلم هتعرفها ازاي؟ اخص المعلمه، اخص وانا، يبقى المعلمه مفعول به منصوب، مفعول به. ركز في الجمله دي كويس قوي. قال لي خد كلمه المعلم دي بس وحطها بين شرطتين وانا هفهم ان دي ده اختصار وايجاز لجمله اصلها اعني او اخص المعلم، وانت حذفت الفعل وجبت المفعول به بس، وحط عليها الفتحه بتاعه الايه المفعول به عشان اعرف، عشان ما حدش يتلخبط يقول لك ده خبر. يبقى دي جمله اعتراضيه داخله في النص هدفها واحد بس، تخصيص الضمير وتوضيحه وتفسيره. تقصد مين بكلمه انا؟ احنا، ما قلتش احنا كاداره، ما تقولش كا دي، ما تقولش كا، ما تقولش الكاف، قول نحن وحط كده بين شرطتين وقول الاداره، المدير، نفعل كذا. ده اسمه اسم مختص بيخصص الضمير بيوضحه وبيفسره. ده في الاصل مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني اخص اقصد اللي يعجبك، كله صح، المهم انه مفعول به. فانا حطيته كده بين شرطتين عشان يفهمني ونبهني ان ده ايجاز واختصار لجمله حذفت منها الفعل وما يضمر فيه من فاعل وجبت المفعول به بس. ده اللي بيسموه اسلوب الايه؟ الاختصاص. يبقى اسلوب الاختصاص عندنا بيتكون من حاجتين بس، اسلوب الاختصاص بيتكون من حاجتين، ضمير زائد اسم بيسموه اسم مختص جاي عشان ايه؟ يوضح الضمير اللي قبله ويفسره ويوضح ده يقصد مين بالضمير ده بس. اسلوب سهل جدا، ضمير واسم ظاهر جاي بيوضح الضمير بس. طب الضمير ده ضمير متكلم ولا مخاطب ولا ضمير غائب؟ نفتكر مع بعض كده الضمائر. متكلم يعني مين؟ انا، تمام، فكرني كده ايه كمان؟ نحن. طب لو قلت مثلا بنا برضه نفس الكلام، هي نفس الموضوع بالظبط، اننا
بيدل على المتكلم. اي ضمير في دول مش مشاكل، يدل على المتكلم. مخاطب انت، انت مؤنث، انتما، انتم، انتن، بكم، انكم. اي ضمير يدل على المخاطب. ده الجزء الاول من الاختصاص، عايزين ضمير يدل على متكلم او على مخاطب. طب والغائب هو وهي والحاجات دي؟ قال لي ما ينفعش. الله، يعني اسلوب الاختصاص لازم الضمير يكون متكلم او مخاطب فقط؟ اه، ما ينفعش غائب، لا. ده الجزء الاول. وبعدين بجيب اسم ظاهر بعد الضمير، انا او نحن او انتم، بجيب بعديه اسم ظاهر هنا بسمي الاسم المختص يوضح لي الضمير ده. طب الضمير دي بتبقى مبتدا مثلا، يبقى اللي بعدها خبر، دي جملة اعتراضية داخلة في النص. تمام يا شباب؟ ده بنسميه اسلوب الايه؟ الاختصاص. تاني، يبقى اسلوب الاختصاص اسلوب يذكر فيه اسم ظاهر عشان بيفسر ضمير جه قبله. نحن الطلاب، طلاب نحب لغتنا. هي جملة اصلها نحن نحب لغتنا. ودخل بس كلمة الطلاب دي عشان تفسر لي ايه المقصود من كلمة نحن. تمام؟ طب دي اعرابها ايه؟ قلنا دي في الاصل اخص الطلاب، طلاب مفعول به، فبحطها هنا في الجمله هنا، بقول دي مفعول به لفعل محذوف، فعل محذوف تقديره اخص. اذا فالاسم اللي بياتي بعد الضمير بيكون منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، اعني اقصد اي حاجه. تمام يا شباب؟ يبقى عندي ضمير متكلم او مخاطب زائد اسم ايه؟ بيفسر هذا الضمير. واتكلمنا على الضمائر اهي، عندنا الضمائر زي ما اتكلمنا عليها. طيب الاسم المختص ده بيجي ازاي؟ له عده صور. نشوف كده مع بعض. احنا جبنا صوره منها دلوقتي اتكلمنا عليها لما قلنا نحن مثلا المصري، المصريين ولا المصريون؟ لا، مفعول به، شاطر، لازم تكون منصوبه. نحب وطننا. الجملة أصلها نحن نحب وطننا، مبتدأ وخبر جملة فعلية. أمال إيه المصريين دي؟ دي جملة كده اعتراضية داخلة في النص علشان تعمل إيه؟ تفسر لي من المقصود من كلمة نحن. بدأ اسم مختص بعربه إيه؟ مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، منصوب علامة نصبه الياء لأنه إيه؟ جمع مذكر سالم. ممتاز. طيب المصريين دول اسم ايه؟ قال لي معرف بقال. يبقى دي اول صوره من صور الاسم المختص. عايز اجيب اعمل اسلوب اختصاص، مفيش مشاكل، هات لك ضمير متكلم او مخاطب غائب لا، وهات بعدي اسم مختص يوضح الضمير، ما تنساش الخبر. لازم يكون معرف بقال. امال اقول نكره؟ يعني مثلا نحن طلاب نحب العلم، ضمير جه اهو، جميل، متكلم، وجه بعديه اسم. هل ده يعتبر اسم مختص؟ لا، احنا لازم يكون معرف، ده نكره. يتعرب ايه؟ ها، الشاطر يعرب. نحن قلنا ايه؟ مبتدا، ضمير مبني في محل رفع مبتدا، احنا طلاب يبقى خبر. اما جمله نحب العلم دي ايه؟ نعت الطلاب. يبقى لازم يكون الاسم المختص معرف بقال. الصورة التانية بتاعته ممكن يجي مضاف، ممكن تقول نحن طلاب نحن، أو إننا طلاب العلم، طلاب العلم. نخدم وطننا، أهلنا. نحن مبتدأ برضو، ده الخبر بتاعه. الاسم المختص جينا إيه؟ مضاف. يبقى فين اسم مختص اللي هو طلاب؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص، مضاف. يبقى العلم ايه؟ ها، مش محتاجه ذكاء بقى، مضاف اليه، ما ده مضاف. يبقى اللي بعديه مضاف اليه. دي الصوره الثانيه. الصوره الثالثه، قال لي الصوره الثالثه بيجي لفظ ايها
المذكر أو أيتها المؤنث. إزاي؟ تقول أنتم، أنتم أيها الطلاب، يعني أخصكم أنتم ناجحون. دي جملة اسمية، أنتم مبتدأ وناجحون خبر مرفوع بالواو، تمام. فين الاسم المختص؟ أيها، مفعول به، مفعول به ازاي وعليه ضمة؟ بقول اسم مبني ها على الضم في محل نصب مفعول به، مفعول به ازاي؟ فين الفعل؟ فعل محذوف لفعل محذوف. ما تحفظ، افهم بس تقديره ايه. ها اللي قال اخص ممتاز، اخص يعني اقصد اي حاجه فيهم صح، ولا للتنبيه. طيب نسال سؤال الناس الشاطره في اللغه العربيه، يبقى الاسم المختص ايها فقط والهاء للتنبيه، اوكي ماشي. امال الطلاب يعني بها ايه؟ وايه العلامه اتحط على الطلاب؟ مين فاكر في اسلوب النداء؟ فاكرين اسلوب النداء؟ برضه عشان نميز بينه وبين الايه؟ الاختصاص. ما اقول ايه؟ ايها، بقول في القرآن الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، يا ايها الانسان، الانسان ركز كده، ما غرك بربك الكريم. اي كان اعرابها ايه؟ من فاكر؟ منادى صح، ماله؟ المنادى عندي يا منصوب يا مبني في محل نصب، مفيش حاجه كده. اوعى تقول منادى مجرور والحاجات دي ولا مرفوع، لا هو منصوب يا مبني في محل نصب. ده مبني اهو، منادى مبني على الضم في محل نصب لانه النكره مقصوده. جميل قوي، ولا للتنبيه. فاكرين اللي بعد ايها وايتها كان بيعرب ايه في النداء؟ الشاطر اللي يقول ممتاز، اللي قال نعت، نعت مرفوع. بعض الناس بيعتبروه بدل وكلام مالناش دعوه فيه. المهم يبقى اللي بعدها نعت، برضه في الاختصاص نفس الكلام، اللي بعد ايها اعربه نعت مرفوع وخلاص. انتم ايها الطلاب، وتحط عليها فتحه، لا مش ده المختص، مختص ايها. يبقى ده نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ممتاز. طيب اميز ازاي بين الاختصاص والنداء؟ وده سؤال مهم، ركز معايا كده. اما نقول انتم ايها الشباب اذكياء، ايها الشباب انتم اذكياء، شبه بعض، جملتين شبه بعض بس في فرق كبير جدا. ده اسلوب وده اسلوب تاني خالص. شاطر اللي يقول بدأنا بضمير جاي بعديه اسم بيخصص الضمير وبيوضحه، يبقى ده اسلوب اختصاص. هنا بدأ بضمير، لا بدأ بالنداء، يبقى اسلوب نداء. يعني ده بتعرب منادى، يقول لك اعرب ايها في المثالين وجيب لي اختيارات بقى، هل ده المنادى الاول ولا ده؟ يبقى اللي في الاول قبله ضمير، الاختصاص لابد ان يسبق بضمير، يبقى هنا مختص، اسم مختص مفعول به. هنا منادى مبني على الضم في محل نصب، ايه المفروض مفعول به يعني بس ما بنقولهاش، تمام. اللي بعد ايها في الحالتين بتعرب نعت وخلاص، ابسط حاجه اعرب ونعت صح في كل الاحوال، سواء كان مشتق غير مشتق اعرب ونعت وصح مفيش مشاكل، تمام. يبقى ركز في الاسلوبين، ايوه هنا قبلها ضمير يبقى اسم مختص، جت في الاول يبقى ايه؟ منادى. وانتم اذكياء ده مبتدا وخبر، المفروض احط فاصله بعد الايه؟ اسلوب الايه؟ النداء، تمام. يبقى عندنا صور الاسم المختص بياتي معرف بال، نحن العلماء نساعد على تقدم الأمم.
هي أصلها نحن نساعد على تقدم الأمم، مبتدأ وخبر. والعلماء ده اسم ايه؟ بنسميه اسم مختص، جاء ليخصص ويفسر ويوضح الضمير المقصود بكلمة نحن. الاسم المختص حالته ايه؟ صورته ايه؟ قال لي معرف بقال. الحالة التانية قال لي مضاف إلى معرفة. نحن معاشر الأنبياء أو معشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء لا يورثون، ما يتركون حتى لو تركوا مالا يوزع على الفقراء، حتى لا يشك أحد فيهم أنهم دعاة أموال يعني. نحن مبتدأ لا نورث، جملة فعلية خبر. معشر ده الاسم المختص منصوب اهي، والأنبياء مضاف إليه لأن ده صورة المختص مضاف. تمام. الحالة الثالثة قلنا كلمة إيه؟ أيه أو أيته للمؤنث. أنت أيها الطالب أمل، أمل أهلك. أنت مبتدأ وأمل خبر، أهلك مضاف إليه. الاسم المختص كلمة إيه؟ أيها. والطالب اتفقنا عرب ونعت. أنت أيتها الإبنة، حبيبة أبيك. أنت مبتدأ، حبيبة خبر، أبيك مضاف إليه. أمال كلمة أيها ده نداء؟ مش نداء. طالما جه ضمير قبله يبقى هو بيعمل إيه؟ بيخصص الضمير، يبقى ده مفعول، مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. اللي بعد أيتها بتعرب نعت. نفس الكلام، أنتم أيها الشباب كنز الأمة. نفس الكلام، مبتدأ وخبر مضاف إليه، ده الاسم المختص اللي بتعرب مفعول به. درس بمنتهى البساطة، ضمير وجاء بعد اسم ظاهر بيخصصه خلاص. الاسم الظاهر ده له كذا صورة، معرب بقل أو مضاف إلى معرفة أو كلمة أيه أو أيته، بس مش مشاكل. إذا جاء الاسم المخصوص في صورة أيها أو أيتها فتعرب أيه أو أيته، تعرب إزاي؟ مفعول به. بس قلنا مفعول به منصوب؟ لا، ده اسم مبني أصلا، مبني في محل نصب. أيه مبني على إيه؟ الضم، فعل محذوف تقديره أخص أو أعني. واللي بعده نعت أو صفة مرفوعة. تعال ناخد جملة كاملة كده ونعربها مع بعض. أنتم أيها الشباب كنز الأمة. يلا نعرب مع بعض. أنتم اسم جه في أول الكلام مبتدأ، بس أنتم نعل سكون، المبتدأ ضمة، الضمائر كلها مبنية، ضمير مبني على السكون في محل رافع مبتدأ. أيها جه قبله ضمير، مش اسلوب نداء، يبقى ده اسم مختص، اسم مبني على الضم برضه في محل نصب على الاختصاص، بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، أعني، أقصد. أي، طب والهاء؟ الهاء أصلا للتنبيه في النداء وفي الاختصاص وفي أي مكان يعني. الشباب، أيها الشباب اللي بعدها بنعربه إيه؟ صفة أو نعت مرفوعة. طب أنتم مبتدأ، فين الخبر؟ الخبر كلمة كنز. طب كنز ما كملتش المعنى، محتاجة كلمة بعدها تضاف إليها تكمل معناها، الأمة، يبقى الأمة مضاف إليه. أنا منبهك لا تخلط بين أسلوب الاختصاص وأسلوب الإيه؟ النداء اللي إحنا وضحناه من شوية. الاسم المختص اسم معرفة، دايما المفروض يحطوا شرطتين، يعني المفروض علامات الترقيم في أسلوب الاختصاص يوضع الاسم المختص بين شرطتين، عشان ده جملة اعتراضية كده داخلة في النص، ده مفعول به لفعل محذوف. لو قلنا نحن طلاب نحب لغتنا، نحن طلاب، هل ده اسم مختص؟ لا، اسم مختص لازم يكون معرفة، ده نكرة، سواء معرب بقال، معرب بالإضافة. يتعرب ايه بقى هنا؟ يتعرب خبر. دي الحاجات التركات المهمة في الدرس ده. تمام، تعال نشوف بقى أسئلة التقييم بتاعتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث. الجملة دي لسه قايلينها من شوية، نشوف كده أنت مخك لسه فاكر معايا ولا لأ. معشر دي إعرابها إيه؟ خبر ولا مفعول به ولا فاعل سد ما سد الخبر ولا مبتدأ؟ شغل مخك. هل ده الخبر ده اللي كمل المعنى؟ نحن معشر الأنبياء مالنا يعني، ما قالش نعمل إيه؟ فين اللي كمل معنى الجملة؟ لا نورث. أمال المعشر دي إيه بقى؟ جاءت لتخصيص الضمير نحن.
تمام، يبقى ده الإجابة الصح. ليه إيه؟ مفعول، مفعول به. إنكم أيها الشباب أمل مصر. الاسم المختص هنا فين؟ فكر، أي أمل؟ هل أمل ده اسم مختص؟ إنكم، إن والكاف اسمها وميم الجمع، وأمل خبر، إن مصر مضاف إليه مش هي. الشباب قلنا نعت، اللي بعده أيه وأيته، سواء في الاختصاص أو في النداء نعت. المختص كلمة أيها، ممتاز. جه السنة اللي فاتت في الامتحان الثانوية العامة قال له أنتم رجال علم تحملون رسالة سامية، إن كنا نساء مصر، نساء مصر ساعيات إلى المجد، معشر علماء أنتم ملح البلد، أيها المصريون ارفعوا وطنكم. فقال له فين هنا أسلوب الاختصاص؟ درس لسه جاي السنة اللي فاتت في الامتحان. مين في دول أسلوب اختصاص؟ أشوف أبدأ أفكر إزاي. اتفقنا الاختصاص بيتكون من ضمير بعديه اسم الظاهر بيوضح الضمير. معشر العلماء قبلها ضمير؟ لا، ده الضمير جاي بعدها، يبقى لا بستبعدها. أيها المصريون قبلها ضمير، ده نداء برضو بستبعدها. يبقى عنده جملتين بس، بستبعد الإجابات الخطأ. تمام؟ حلو. بص كده ركز معايا، أنتم رجال علم، أنتم مبتدأ. رجال دي معرفة ولا نكرة؟ دي نكرة. احنا اتفقنا لازم الاسم المختص يكون معرفة. ده حتة فنية جدا، خلي بالك. هتقول بس هو مضاف يا مستر، رجال علم مضاف برضو لمين؟ مضاف لنكرة مش لمعرفة، برضو يفضل نكرة. لكن إن كنا نساء مصر، ده معرفة. طب نساء ازاي معرفة؟ ده نكرة، لا مضافة المعرفة وهي مصر، معرفة لأنها علم. يبقى ده الاسم المختص، ده الصح، ده أسلوب الاختصاص الصحيح. وأنتم رجال عالم مبتدأ وخبر مش اختصاص. تمام. أي التعبيرات الآتية بها أسلوب اختصاص صحيح على نفس المنوال من نتدرب مع بعض. عليكم مشجعي كرة القدم احترام المنافسين. عليكم مشجعي كرة القدم، عليكم كلها، الثلاثة دول بادئين بضمير، الثلاثة بادئين بضمير. مشجعي كرة القدم لا بستبعدها، يبقى لابد بضمير ده باخده في الحسبان. اللي بعديه اسم مختص، لازم يكون معرفة ومنصوب. مشجعه ما ينفعش، يستبعد. مشجعون برضو يستبعد، لازم يكون منصوب، يبقى مشجعي كرة القدم. استبعد الإجابات الخطأ، تصل للإجابة الصواب. شباب مصر، شباب مصر أنتم أملنا. شباب مصر ده هنا في ضمير؟ ما فيش ضمير، مش اختصاص، مش اختصاص، لازم اختصاص ضمير. شباب مصر بدأ أسلوب إيه؟ أنتم أملنا مبتدأ وخبر. أمال شباب مصر نعرف إيه؟ ده أسلوب نداء، حذفت منه أداة النداء، أصلها يا شباب مصر أنتم أملنا، يا شباب مصر، حذفنا أداة النداء. كما قال تعالى يوسف أعرض عن هذا، تحذف أداة النداء للقرب معنويا وماديا. يبقى ده مفعول به منصوب على الاختصاص، ما فيش ضمير أصلا عشان يبقى فيه مفعول به. شباب مصر هل لها خبر؟ لا، يبقى مش مبتدأ، يبقى ده منادى منصوب لأنه مضاف. عرفت ازاي بنوصل للإجابة؟ درس بمنتهى البساطة. عندنا أسلوب اختصاص حاجتين، ضمير متكلم أو مخاطب غائب، لا بيجي بعديه اسم مختص بيوضحه وبيخصصه. الاسم المختص ده لازم يكون معرفة، معرب بقال يا معرب بالإضافة أو كلمة أيها وأيته. لو جه خبر، لو جه نكرة يبقى خبر. لو أيها وأيتها جت قبل الضمير مش اختصاص، يبقى أسلوب نداء. نركز مع بعض، الورقة عندك حاول تقراه
ملخص لك الدرس ببساطة جدا، وعندك امتحان ضرب نفسك عليه وشوف انت فهمت ايه ومستواك قد ايه في هذا الدرس. ارجو ان احنا نكون بسطنا لكم الدرس ونكون فهمناه. مدعواتي لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.